العنوان تاع الفيديو درتو تبون ماهوش مسكينين من العصابة المخلوق زوالي القليل يغيظ ويشف حتى وين الدموع تاعك يطيحوا هكا دوك كي يدخلوا اليوتيوب مباشرة يدهشوا يقرأ العنوان الشياتين غادي فرحة ويقول لك أمير راح يرجع في صفنا وكذا وتبون المخلوق يغيظ يجدكم ماهوش من العصابة مسكين ولكن تبون فقط عاش معهم 70 قرن في محمية كلوب ديبا وطول الوقت اللي كانت العصابة تدمر في الجزائر وتطربق لها في جدها كان تبون ساكن معهم في كلوب ديبا ساكن معهم في العشة تاع كلوب ديبا ويدور بجواز سفر دبلوماسي المهم هذا اللي غادي نحكو عليه اليوم والخطة تاع المخابرات حتى لا يخدعوك المخابرات المرتزقة والجنرالات المرتزقة اللي جابوا رأس للعصابة رأس مدني والرأس الحقيقي للأفعى واللي هي النظام البائس الرأس الحقيقي تاعها هما الجنرالات المرتزقة الآن الجنرالات يحوسوا يتخباوا ويخرجوا الواجهة تاعهم الواجهة المدنية بعد ما وقعت لهم ضغوطات على أنه نظام عسكري الشعب قاع فاق بهم الدنيا قاع العالم فاق بهم باللي نظام عسكري ونظام انقلابي خاصة بعد 22 فيفري أركب الموجة اللي يتفايح والجنرالات الخردة اللي معاه الآن جابوا واجهة باش يتخباوهم وهما بالطبع القايد به ننساو القايد فايح اللي جابنا الطبون واللي جابنا التفون ينساوه الشعب وينساو الجنرالات اللي معاه جنرال وسيني وقايدي والخردة اللي معاهم يبقاو الآن متصارعين نرجعوا لنقطة الصفر ونبقاو متصارعين مع ليبيون ليبيون اللي يجيبوهم الجنرالات يعني الدوما ولي الخدام معهم العبيد تاعهم اللي منهم الآن التفون أنا كي قلت لكم بلي في العنوان تاع الفيديو تبون مسكين زوالي وخاطيه وماهوش من العصابة بصح هو طول حياته ساكن مع العصابة في وسط كليب ديبا أنا عمري ما شفت واحد ماهوش من العصابة عايش معاهم في كليب ديبا حتى الشياتين تاعه بغاو يروحوا كشغل زعما يديروا كيما زعما تاع هذيك الكمشة تاع البلونطوات والعبيد اللي عنده الذباب تاعهم بغاو زعما يديروا كيما قيس سعيد تاع تونس بغاو زعما يروح باركولا عند الدار فصابوها مدججة الدخلة الى طريق كلوب ديبا نادي صنوبر مدججة وملغمة خاوتنا غادي نحط لكم هنايا اصحاب الفيسبوك غادي نحط لكم ايبانك لكم اللايف المباشر اللي راه على قناتي باليوتيوب راه سينيورو في الفيديو ويديروا دروا دانتيليكتيال الحقوق تاعهم وراكم عارفين كيفاش الطرق الخبيثه اللي استعملوها التحقوا معنا عبر اليوتيوب المهم راني فوت معنا خاوتنا ونعرفوا شكون هو من هو الطبون اللي يهفوا به الناس راهو معنا خاوتنا 11000 في اليوتيوب الان يعطيكم الصحه تبون الكوكايين اكل اليوم نجرجرك يا اخويا سعيد سلك وبسيط يا الطبيبين يا طبيبين بسيط يا طبيبين بسيط معك هذا اللي جابك ظلمك ها الطبون هذا اللي جابك ظلمك هذا اللي جاي يتفايح وجماعه اللي جاي يتفايح ظلموك ماذا بينا تبون تقول لهم كيف تدرج هذا السيد تعرفوا تبون هذا راهو رجل اختك اللي هو سلام الشيخ اللي راه الامين العام لولايه غليزان تعرفني انا نبغي ندخل للمرميطه تعرفني من بكري يا طبون خطره طبون صرح نهار اللي هاجم خديجه بن قلنا وقال له لا تردها اذكرني في الموضوع بطريقه تقدر تقول مباشره قال لهم بالناس اللي خرجت الناس في بجايه خاصه كنا نقولوا على خاوتنا السلميه قال لهم كاين سيت في المغرب كاين سيت في اسرائيل وقال لهم كاين زوج سيتات في فرنسا وواحد في المانيا وبروفي روح دخلوا الفيديو دوك تسمعوا ما انا بغيت نقول لك يا طابون انت راك عارف من هو امير دي زاد تعرفه منذ ان كان يجرجر في شيكورك السعيد بوتفليقه وغيره من المرتزقه وجنرالاته المرتزقه اولادهم بناتهم ولحقت لك حتى للمرميطه حتى للكوزينه ولحقت لك حتى للدار حتى لهالدار هذا الفيلا التي يقيم بها الطبيبين داخل محميه كلوب دي شيان اللي هو واحد من هذه الاشياء
واحد ما هوش من العصابة بصح ساكن معاهم تحت الحماية تاعهم وعايش بانكس بانكسيس في الـ في, الـ في كلش خالص في الـ في الـ في كلوب ديبان هذا طبيبين ويتمتع بجواز سفر دبلوماسي حتى بعد ما قال زعكوني وحاوزوني كان يتمشى بجواز سفر دبلوماسي عطيته لها العصابة ويتمشى تحت العصابة. وأنا كان على بالي من 2017 عندما حطيت الفيديو اللي راه متداول في شفت بزاف صفحات حطينا في الفيسبوك عندما قلت أن تبون هو في المرحلة القادمة. هذه النقطة اللي قلتها قلت أنا أبو تعويقة وأبو تحنيطة سيرحين رغم أنه هو مساهم ب 90% في الفساد في الجزائر هو والجماعة اللي معاه اللي مشي هما قاعد يدخلوا خاطش منهم اللي راهم قاعدين برا اللي هما محسوبين على القايد فايح الآن. قلنا باللي كل شيء تمسح فيه بوتفليقة هما يخرجوا زعما مساكين ملائكة مبشرين بالجنة كانوا يحاربوا فيهم في ذاك الوقت. هذه هي بالمناسبة دار تاع تبون رانا درنا في سيتا عندك في كليب تيبان رانا حطيتها لك ديجا من قبل. هذا الباب تاع السكنة أين هو الآن اللي وراها خالد تبون المتورط في قضية الكوكايين والتي رصدته كاميرات المخابرات مشي كاميرات المخابرات الكاميرا اللي كان غارسها البوشي بالمناسبة كمال البوشي اللي كان دايرها في المحششة تاعه وين كان يصيدهم في القبة من بعد ما داو الاورديناتور والديسك دور صابوا من بين الناس اللي متورطين مع كمال شيخي كمال بوشي هو خالد تبون اللي داوه السجن الحراس كان في القاعه طروابيس ا ومن بعد القاعه طروابيس ا حوله الى كات بيس سي في الحراش اللي هي خاصه بالمرضى وولده بالك مريض من ظهره وبعدها حولوه الى العياده اين كان يتبحبح في العياده طالق لاطاي ومن بعد بعد سيطره جناح القايد فايح على السلطه وجمعته طلقوه وراح للدار شوره تكلم ما كان والو ما تهرسوا معي ما دفق زيت ونورمال. المهم قبل ما نرجعوا للتبون تبون خي انت خاطيك هذا شكون اللي معاه وهذه صوره راهي كاينه في الانترنت هذا اللي يخالي فيك في الودن من هو؟ هو بارون من اللي سموها المحاكمة تاعه بمحاكمة القرن اللي هو البارون الأكبر في تهريب الأموال اللي ونهب الأموال وطرطقها كاع الجزائريين اللي هو الخليفة. مازال ما شفناش المنجل تاع العصابات باش تكلم على هذا سعداني متورط في أكبر فضيحة فساد بالجلفة مازال ما شفناش المنجل تاع العصابات وسعداني اللي هو مستشار تاع القايد فايح من باريس يا الباديسي مستشار القايد فايح واللي يعطيه في المعلومات ويعطيه في التعليمات بليطيطه في التعليمات ويعطيه في هذا هو علاه كنا احنا وما زلنا ليومنا هذا ضد القايد فايح لانه يحمي في عصابه مرتزقه اخرى ستتغلغل وبعد قدومهم بالواجهه المدنيه اللي هو القايد اللي هو تبون وتبون قلتها من الاول ما هو الا الوجه المرئي للمصالح الخفيه والمؤامرات للجنرالات اللي راهم مدرقين تبون هو غيلعب تاعهم خارجينه الواجهه باش ما يكونش يعني انقلاب عسكري عيني عينك لو ما لقيت صالح لو كان صار كيفاش يدير كون روح ديريكت هو لبس الكوستيمه وجاي يخطب علينا اليوم. دقيقه هذه ما ردوك على هذا على هذا الفوتو يا سي طبيبين طبيبين غارق في الفساد طبيبين مرون لها جد بابها معاهم به جابوه احتصبوه غارق 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 في الفساد به ما عندهش وين يتخبط باش يمشيوه مخابرات الخردة والجنرالات اللي معاهم المحيطين بهم جنرالات المخابرات والمخابرات قال له فوتوشوب روح ادخل جوجل دوك سيب هذه ما عندها ما فوتوشوب ما والو ادخل جوجل دوك سيب كتب الطبون وطليبات تخرج لك هذه ماهيش حاجه جديده جبتها لك انا كنت معاهم صورتهم ولا هذه تدخل غير ما دوك تلقاها في جوجل هذه ماهيش حاجه كذلك من بعد هذو نجيبهم لك في ملف الشباب هذا فوزي تبون الشقيق تاعك اللي راه مدير التربيه في ولايه عين دفله
والذي تم تعيينه من طرف بن غبيريط يا تبيبين. شفتوا كيفاش قلنا لكم هذه شبكة ونظام عائلات والجروب مو فاميليا في البوفوار ومتكسلين ومتبطحين. وهذا تعرفوا هذا طب والآخر المدير تاع الجامعة تاع سعيدة. هذول اللي بديك هكاك شغل اللي بديك نسم لاح شغل مازم من نلبس الكاغور تاع تيعي داريت. وانا كي لبست الكاغور تاع تيعي داريت غادي ندخل لك للدار تاع بنت اختك والسكنات بزاف اللي داتهم الدار من الكوزينة من المرميطة كيما شفت مع بطيطيش. من ندخلوا لك تما ونوروا للشعب الجزائري من هو الطبون ومن هما المحيط تاع الطبون. بداية من نسيبك راجل اختك من سلام الشيخ الامين العام لولاية غيليزان الى اخر نفر من العصابة المرتزقة. راكم شفتوا هذا الفيديو اللي فوتناه وكم شفتوا تبون ابو تفريقة عند الشيخ تاع الزاوية. قرأ عليه قرأ عليه قرأ عليه بيقول لي رئيس قرأ عليه قرأ عليه بهش يقول لي الخليفة تاعنا تاع بوتاف الجنرالات. قرأ عليه قرأ عليه جدك قرأ عليه العزيمة عزم عليه ودي له الجداول جدكم نظام مبني بالحروز ومبني. المهم هذا غادي بملفات عندكم ما تشوفوا على سلم الشيخ راكم كحلها سلم ورط روحك ورط معك الطبيب اللي داخل معك والسكنات اللي كان يمدهم من بنتك ها سلم الشيخ. وين دارت دات سكنه مي كان مدير الديار عندما كان طبون مدير ديار. المهم تبون مستعد للحوار هذه تاع اليوم تبون مستعد على خوتنا تاع الحراك مع تاع الحراك وما كانش استمراريه للعهده الخامسه. هو بون في الحوار هو راه يحوس يساومونا ويساوموا الشعب الجزائري بخوتنا اللي راهم معتقلين من بينهم المجاهد الاخضر بورقعة ومن بينهم المناضل كريم طابو ومن بينهم فضيل بومالة ومن ضمنهم العديد والمئات من الشباب المعتقلين ومن ضمنهم الناس تاع خوتنا تاع الراية الأمازيغية والهوية الأمازيغية والثقافة الأمازيغية من ضمنهم بزاف الناس من ضمنهم سميرة مسوس البنت المناضلة كذلك للدواء الأحباس. وفي نفس الوقت تبون لعبها هو نفس الخطاب تاع الخطاب تاع الشعبوية تاع راك فاهم دخلها لهم تعالوا تزوزوا وانتم منا وحنا منكم وكذا. هذه على بالنا بها احنا باللي خاوتهم تزوزوا منا وحنا منهم يحوس يضرب لهم زعماك شغل الشيتا زعما غير ما ديروا ليش النش خاطر انتم راكم اونتي بوفوار من 62 يحوس كيما يدير يحوس يدير كل الطرق باش يتخلص جاب دير 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 الواكمان تاع بكري وقعد يسمع في الخطابه تاع بوتفليقه اللي ما فوتهمش بوتفليقه على خاوتنا القبائل. بغى هو الطبون اللي جابه قايد فايح بغى يفوتها على خاوتنا القبائل. في نفس الوقت نفس الجماعه المسانده لتبون ومخابراتها اللي تدعم في تبون مخابراتها اللي مجنده مجموعات مجنده يعني مجموعه في الجروب تاع الفيسبوك مجنده حسابات وهميه بالالاف مجنده صفحات مواليه لمن هاك صفحه الختيتيل وصفحه ال1 2 3 اللي تابعه نفس الختيتيل وكاكي وجمعتهم بعد داك ندير لهم النهار هادو مجنده كاع هاد الناس باش يسبوا في خاوتنا القبائل ويجيهم هو بوجه واحد اخر من هي لانهم نفس الجماعه المواليه للقايد فايح واللي مواليه للطبون هي نفسها اللي كانت تسب في خاوتنا قبيل وتجي انت تهفلنا ضربنا هذه بهذه. هاد لا جينيراسيون ماهيش هي لا جينيراسيون اللي كنتو تمشوها بالتلفزيون تاع قناه اليتيمه هذه غير نساها يا طبون. هاد جينيراسيون وحده اخرى هاد الجينيراسيون خرجت به ما تزيش تدخل شباب في من ضمن في الحكومه كي تدخل تدخل بالاستقلال تاع الجماعه طبعا وزراء شباب راح تجيب منهم جماعه اللي كانت تلحس لك صباح وعشيه في الصفحات اللي كانوا متخدين صفحات متخبيين منهم جيب محمد العقاب مخبر تاع المخابرات وكان يخدم
في الـ UTFC اللي هو تكلم أستاذ في الـ UTFC وهو تابع جماعة مخابرات منهم الختيتين منهم عدة جماعة اللي راك تحوس عليه ومين كسب وبه تقولهم بلي أنا ثاني ما نفرش راح تدير سيستام تاع نفس السيستام تاع بو تعويقة وتذهب إلى منطقة القبائل وتجيب منها ليكا دي اس تجيب ليكا بيل دو سيرفيس كيما دار بوتفليقة جاب حداد جاب طحكو جاب رباب جاب كاع الجماعة تاع الكادياس سيدهم سعيد ولد علي كاع الكادياس وين ما كان لقطه اللي يخدموا المخابرات ويخدموا العصابات المرتزقة ولكن ما تنجموش تقربوا الأحرار في كل أنحاء الجزائر على بالكم باللي الأحرار يفرشوكم سواء من تمرسة من تيزيوزو من جاية من وار من سطيف من العباس من تلمسان من تبسة من العنابة من كل أنحاء الجزائر ما تقربوش الأحرار جيبوا غير المواليين أو اللي عندهم ملفات عند المخابرات وشد عليهم ملفات باش تبين لنا باللي يجيب لنا إيماج زعما باللي راك جبت الشباب حنا الرضا حنا ديجا ماني سامعين بيك كاع حنا أصلا الشعب الجزائري ماهوش معترف بيك أصلا يا تبون الكوكايين قال لك تبون رفض الرد على مقارون تبون رفض الرد على مقارون نفس الاسلوب تاع الشعبويه تاع اللي كان يديره يحيى تاع فرنسا عدوت نو يلعبها لك زعما هما يملعوا عليهم الخطابات واش يقولوا لهم لانهم عارفين الاحتقان تاع الشعب الجزائري وكرهه للنظام الفرنسي والحكومه الفرنسيه على هذيك اللي تبون يستعمل في نفس الخطابات اللي قالهم يحيى من قبل قالهم بوتفليقه من قبل قالهم كاع من قبل قالهم قاع ما قبل يحوسوا زعما احنا مجاهدين وكنا دخلنا احنا مجاهدين احنا حرناكم احنا شهاده احنا ما عارف واش نفس السيستم ولكن في 2017 سي تبون روحت لباريس في عطله تاعك وكنت في لوتيل موريس في باريس في قلب باريس والتقيت في زب في 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 زياره غير رسميه التقيت مع الوزير الاول اللي هو ادوارد فيليب صح ولا لا حتى بنت اختك هذه اللي تكلمت عليها قبل قليل بتسلم الشيخ هي تعيش في باريس هكا باش ما يهفك حتى ذبانه من ذباناتهم والقواطع تاعهم انت تلاقيت مع ادوارد فيليب وفي باري وفي زي تحت طابله وريحته في لوتيل موريس وبنيتوا العش تاعكم وجي دروك جيت هفنا تقولنا بلي تلعبها لنا منها وما يملوا عليكم واش تقولوا السلام عليكم قال لهم تبون لن احرم اي جزائري من شيء في خاطره قال لكم تبون ما نحرمكم حتى بحاجة في خاطركم يا الشعب الجزائري أي واحد عنده أمنية في خاطره ما نحرموش منها إما لا بكل الشعب الجزائري كل الشباب الجزائري استثني منهم 0.001 تاع دبانات صفر كل الشعب الجزائري غادي يخرج للشارع الجزائري يطالب تبون اللي وعدنا باش ما يخلي حتى حاجة في خاطرنا نطالبه بالرحيل الفوري وتربحوا قص قرمط ورفدوا له في بلاكا بعدونا وقيلونا بيكم بالجنرال تاعكم هذا ولا في خاطر الشعب الجزائري لك بيت حقق له المطالب تاع الشعب الجزائري ارفد له بلاكا وقولوا بعدونا وقيلونا هذا واش خصنا احنا خصنا كي تبعدونا مانيش باغي نقولها لكم باللغه الاخرى اللي هي قاف واو دال واو راني نقولها لكم بلغه كشغل تاع الناس ملاح كذلك اليوم سمعنا باللي نظام المخابرات والعصابات يحاصر مدينة وهران واعتقل أكثر من 400 حر ومنهم حتى طلبة وطالبات ومنهم حتى أساتذة في الجامعات اعتقلتهم نظام العصابات ونظام المخابرات وراهم في السجون وهران هذه اعتقالات عشوائية كنت تكلمت عليها باللي غادي يبدو في الاعتقالات العشوائية توحم وهران بلاد زبانة ربي يرحمه ما أمنوش باللي شباب وهران خرجوا لهم ما صدقوش ما ركبت لهمش في رصانهم باللي كل الشباب في وهران ما هما كانوا يقول لك وهران كذا هما يشوفوا وهران يشوفوها بالعيون وكذا هما كانوا يقول لك وهران وما يشوفوها بلا كورنيش فهمني وعليها قعدوا يغرسوا لهم تما في الكباريات يغرسوا باش يلو باش المنطقه ها وكل هذوك الكباريات اللي في وهران بداها من الدخله تاع عيون ترك متروفيل وخرج من تاع كافانكو كلهم ما عندهمش اعتماد كلهم سون زاغريمون ولكن كي خرجوا لهم الاحرار في وهران والحرائر في وهران راه مع البق بلي ما راهش مأمنين نظام العصابات ما راه فهم فيها موش فيها ترن مالا وهران بلد الأحرار وبلد الرجال وبلد الحراير اليوم صبحوا يعتقلوا فيهم ذنبهم الوحيد أنهم قالوا لا للعصابات ولا للجنرالات المرتزقة حبوهم يبقوا غير منباطحين
على هذيك اليوم راهم يعتقلوا فيهم بالمئات، وهران راهي تحت السيطرة وتحت الحصار، سواء من حشاكم وحشاك دركم من المفرخ تاع ماجينتا. خوتنا في وهران يعرفوا شكون هما المفرخ تاع ماجينتا، الى المفرخ تاع السنترال، الى المفرخ تاع الجير، هم يعرفوهم خوتنا شكون هما. هم يحاصروا في خوتنا وقاعدين يتبعوا فيهم بلاصه لاختها. مئات شباب في وهران راهم حاصرين. هذا هو الطبون، هذا هو الطبون اللي جابها لكم القايد خردة، هذا هو الطبون اللي جابها القايد فايح، ويقول لك باغي يبدا، مش عارف انا، يبدا معنا سيستم جديد ومع شعب جديد، ويباصي في ولاد الناس. هذه هي انتخابات العصابات اللي فيها المعتقلين اكثر من اللي فوطوا عليهم، غير المعتقلين، بلا ما نتكلموا على الناس الملايين اللي في الشارع اللي شفتوها اليوم بعينيكم، الملايين اللي شافها العالم بعينيها اليوم، بلا هاد الناس المعتقلين فقط اللي اعتقلتهم العصابات الشعار تاعنا ريبوبليك سون بوبليك، جمهورية بدون جمهور. وهذه الكلمة قالها المرحوم أيت أحمد الله يرحمه ويسع عليه، شرفاء وأحرار الجزائر، الناس اللي ضحات من أجل الجزائر، الناس اللي ماتت في المنفى انفوها العصابات المرتزقة، لأنهم عارفينهم باللي هذو أحرار وما يروندوش. إما لا قال كلمة مشهورة وإحنا غادي نمشوا عليها، ريبوبليك سون بوبليك، العصابة راهي بريبوبليك سون بوبليك، جمهورية بدون جمهور. وخوتي باش يكون على بالكم، واحد قلت لك ما يطيح لنا المورال، ما احنا رانا غير قاعدين يا اخي، هما اللي داروا البطاله، هما اللي داروا الشوماج، هما احنا غير قاعدين. احنا كاين زوج صوالح قلت لكم اللي من نهار الاول، بالك اللي كانوا يتبعوا من الصفحه الاولى كاع اللي حليتها، كنت نقول كاين زوج امور، كاين الاراده والعزيمه. الاراده ان تبدا الخطوه الاولى، والحمد لله خاوتنا بداوا معنا الخطوه الاولى في 22 فيفري، هذيك الاراده. اما العزيمه، العزيمه ان تكمل ما بداته حتى الله فاهم، العزيمة هي تكمل حتى الآخر رمق، لا تستسلم. إذا هذا النظام مسك نفسه وعاود غادي يدير فينا التير، يدير فينا اللي ما يندارش، سينتقم شر انتقام، كما جابوا تفليقة رافض الغل تحته، مين جا دار فينا التير ودمر الجزائر في المستوى التعليمي، في المستوى الثقافي، في المستوى الأخلاقي، في المستوى الديني، في كل في كل في كل في كل جهة، في كل جهة طربق لها جدبابها. هذا النظام راه يقول لك هذا الشعب فاق، وهذا الشعب راه بلغ لدرجة كبيرة من الوعي، تحرر الوعي عنده. هذا الشعب راه عرف باللي الجنرالات والميل للعصابات تاع قيادة الخردة، قيادة الأركان والجنرالات المرتزقة ومخابرات العصابات هي من تسير الجزائر. عرف باللي كل الناس اللي كانت تظهر في التلفزيونات مجرد بيون دي بيون، عرف خطة الإمارات، وعرف كيف تقولب الإليزي تحت الطابلة، كيفاش يقولبوا، وعرفوا كيفاش يقولبوا لزاميريك، عرفوا كل الشعب الجزائري، عرف الخطط تاعهم، شاف الشعب الجزائري كيف كان ينحني وينبطح بن صالح أمام بوتين، شاف خيال الثورة والثورة السلمية تاع الشعب الجزائري، شافوا فيها العجب بالعجاب، شاف لي زانفيلتري تاع المخابرات كيفاش كانت تسير فيهم، شاف لي زانفيلتري كيف كانوا ينسبون نفسهم الاسلاميين، وبعد لحظه وضوحها عندما تورط نظام العصابات، صبح الاسلاميين صاي لبسوا البردعة ديريكت وبداو ديريكت يلحسوا في الصبابط. شاف كل هادشي، لازم المخابرات تاعهم والعصابات المرتزقه تخطط دي بلون واحد اخرين للشعب الجزائري. على قلنا اذا عاود حكم نفسه هذا البوفوار راح يدير فينا التير واللي ما يندارش. الإرادة الحمد لله أننا بدينا وقسنا الخطوة الأولى، والمسافة تاع 1000 متر تبدأ بخطوة واحدة، وإن شاء الله على العهد اللي عهدنا به الشهداء، واللي عهدنا به خوتنا اللي هم في المعتقلات، واللي عهدنا به الأسرى، واللي عهدنا به الأحرار، على الدرب تاعه باقون، وعلى العهد تاعه باقون، وعلى الدرب تاعه ماضون إن شاء الله. زيدوا حاجة اللي كنت بغيت نتكلم عليها. الآن المخابرات تاع العصابات بدأت في تجنيد آلاف الحسابات الوهمية، أكثر من اللي كان الذباب الإلكتروني اللي كان يقولنا صفحات تاع العصابات والصفحات اللي تدير فيها المخابرات. والحمد لله كاين الفار،
الصفحات كلها اللي كانت تستحمر في الناس منها 1 2 3 فيفارون جاسي، منها الذباب تاع القواطه اللي ما يستحقوش حتى باه ندير لهم بيبليسيتي، منها الحاشا خوتي المفرخ، منها كلهم هاد الناس اللي كانوا يلحسوا في الرونجاس ويتوهوا في الناس منا ومن هي في المجموعات المغلقه وفي الصفحات تاعهم. اما لا كان يقول لكم يا جماعه فوتوا من بعد سهل، هي راكم درتوا فوتوها بلا فوت. المادة 87 لازم تجي بعد الانتخابات تاع الرئيس، هاكم جبتوا الرئيس ديروا مادة 87، هاك الكذاب مش احنا اللي وصلنا لباب الدار، وصل روحه الكذاب وصل روحه لباب الدار برجليه، شفتوا ولا ما شفتوش؟ كان يقولكم باللي المادة حتى لا يبردعوك زيطوط وامير دي زاد ويقولوا لك كذا، ويقول لك المادة المادة 87 تطبق، لازم تتطبق بعد ما يجيبوا الرئيس، وبعد ما لأنهم الهدف تاعهم الإتيان برئيس مدني للعصابة العسكرية. العصابة العسكرية هما رؤوس قيادة الجيش. الجيش زوو ولا مساكين راهم حالتهم أكثر من حالتنا، حالتهم راهي تشف وتغير، راهم أكثر من الجنود يعانوا تحت حكم هذا الجنرالات المرتزقة اللي حلفوا مو مسكين يدمروا التريبينال ميليتير. إما لا ها راكم درتوا يا صفحات القواطع، ها دوك حنا رانا نتحدوا فيكم، راكم درتوا العصابة تاع الجنرالات داروا الرئيس تاعهم الواجهة المدنية تاعهم وراها 87، ياي هيا قولوا الطبوني يحلفوا مو المنتن ويجبد على 87. حنا كي كنا نقولوا بليهم يراوغوا، حنا لا بالنا هادو شكون. انا في 2017 جبت لكم على الطبون في شهر جويلية 2017 قلت لكم تبون مور بوتيف ديريكت، على بالي هي المخابرات الخردة كيف تخطط على هذيك، راهي مركزة على امير وزيطوط لاننا شوكة في حلق المرتزقة، ما تبعنا والشعب يشهد والحمد لله، ما تشرينا والشعب يشهد الحمد لله. المواقف اللي عرفتوني عليها شخصيا الحمد لله ما زلت معكم بها، ومبين وجهي ووجهي صحيح ونقابل بوجهي وصدري الحمد لله، وما زالنا مع خاوتنا والحمد لله. حتى معلومة كاذبة لخاوتي ما مديتها، كل اللي مديته وشفته بعينيكم، كل حتى أمورها الآن تحدث راكم تشوفوها فيها بعينيكم اللي قلتها لكم من قبل. إما لا قال لكم راهم يبردعوا فيكم، هايا قال لكم يبردعوا فيكم وتفعيل المادة 87 لا تكون إلا من يكون رئيس منتخب وطط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 ط
99% من الشعب الجزائري ماهوش معترف بهذا الرئيس تاعهم. هاي راحوا يديروا 7 و8 هاي اتكلوا على الله، هاي غدوا يديروا 7 و8 والله وما ديروهاش وتقعدوا حياتكم. هذيك المادة 7 و8 اللي في الدستور الجزائري، هذيك المادة اللي في الدستور الجزائري اللي دايرينها ماهمش دايرينها من أجل الشعب الجزائري، فقط من أجل التبرير لشواكرهم في الخارج، جماعة حقوق الإنسان وجماعة شوفوا راهم بيكلبوا يجدكم الذباب في تويتر في اليوتيوب. يا ودي والله ولاني سامع بكم قاع، يا ودي والله ودي بتضبح يا أخي. كنتوا بالآلاف تحسوا السعيد بوتفليقة؟ لا نسيتوا البارح يا اخي، كنتوا تبعثوا في 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 الجحوشة تاعكم يتباكوا ويندبوا عند سبيطار فالدوغراس اللي راهم اليوم يديروا في التصاور تاعهم باللي كانوا يفوتوا على الطبون؟ لا نسيتوا هادشي كاع نسيتوا. هذيك بات تفهم باللي والله وكومونتي كومونتي ما دابيك سب وطيح وكومونتي ما تامنش راسك هكا. بعدا تزيد تفاعل شويه في اليوتيوب بعدا زيد زيد سب. قلنا لكم غادي يكون تجنيد لالاف الذباب في التواصل الاجتماعي من أجل غم الحقيقة، من أجل الدفاع على شيكورهم. تبون جديد، تبون سيجدوا، غادي ينخلع، غادي تبون ينخلع في حياته، غادي تبون غير ما تشوكاش غادي يقولها لك مضر، وغادي تسيب واحد اللحاسين غادي يولي يقولوا لك واحد الأمور المخ تاعك ما يقبلهاش. هما نفسهم اللحاسين اللي كانوا يلحسوا البوتفليقة غير هما صحابك، وانت بروحك كنت وعدت اللحاسين تاع بوتفليقة اقسم بالله اقسم بالله جدي اجي لو غدي برنامج بوتعنيطة غير يكمل ونكملو برنامج بوتحنيطة ونكملوه. انت حلال بالنا بها
هذي على بالنا بها انت باللي جروا من جروا بوتفليقة، على بالنا باللي ستلتقي مع المحامي تاع صاحبك او يحيى وتبلغ له رسالة. شوف انا كي على بالي بكلش، شوف امريكا على بالها بكلش يا صاحبي. ومع الايام تفكروا هذا قبضوا هذا البيونيت اللي هضرت في هذه الكلمة بجيبوها من بعد، ستلتقي انت ومحامي تاع سي صاحبك ملكيران وتبعث له رسالة منك شخصيا، وستبعث رسالة أخرى إلى حبيبك سعدادو. تفكر هذه الهضرة عزيزي المواطن، عندما يفجروا كاش موقع من مواقع جمعتهم من بعد، قول بلي هذه راه قالها أمير واحد الوقت، يتلقى مع المحامي تاعو ماشي معاه شخصيا، غادي يتلقى مع المحامي ويبلغه وصل السلام. من بعد دوك تعرف شنو غادي يصرا، من بعد حنا عندنا معلومات ولكن رايحين معاهم حبه حبه. دوغيت دوغيت وكذلك قنوات العصابات تدخل للصف، وشيتا والدقومي اولهم، والدقومي غير كيما هفوه هفوك شغل براكه هاك وهاك عاود يلعب بالفوله، لعبوا له بالفوله قالوا له باللي راه فيها ميهوبي، وانك تعرف انا كاع الفيلم تاعهم انا بقيت شاد لهم في طبون من 2017 انا شاد لهم في اليومين اخر لحظه الطبون، يعني الطبون هذه المعلومه المؤكده من عش صنع القرار داخل اللي الطبون اودي نعلو الشيطان يا جماعه. قال لك امير انا نقول لك الطبون طبون ما فيهاش لعب، راك تعرف العقليه. ولد القومي راح فوس بيست، خرج على الطريق شويه بغى يطيح على تبون، ما حاوزنا في الاخر من اللي هي طاك 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 طاك، لان الطبون حاليا القناه تاع الحيس تاعو مليون في الساعه، مليون في الساعه، غادي دير اكثر من ولد القومي وبن سليمان رجل سعد عز الفحال خرج لها ماشي خيط الخبر، اللي غادي دير اكثر منها هي قناه البلاد بها بالجواري اللي يخدموا الداخل فيها، الجواري نسوي رجال في زوج، في زوج يطلق عليهم اسم الجارية بها بالجواري اللي يخدموا فيها. غادي تولي ولد زمير لي وجماعة لي يخدموا في البلاد غادي تولي تعير لهم مو ما تعيرش تبون، ما تهضرش على طبون، لأنه هو الآن هي ركيزة ستحظى بامتيازات، وغادي تشوفوا واحد لي بيبليسيتي يولي يفوتوا في قناة البلاد، غادي تولي ما بين كل ثانية وثانية كاين بيبليسيتي، ما بين ثانية وثانية شكارة، غادي كاع يولوا يتملحسوا كيما الامبراطوريه اللي كان دايرها ولد القومي سيفعلها ولد زميرلي، لانه هو يعتبر نفسه هو يقولوا بلي ساهمت معك كبير، ساهمت معك بزاف، ويعني ساهمت مع القايد فايح، راني ساهمت معك وحنا على بالنا بلي انت الوجه المرئي للقايد فايح. القايد فايح اذا استمر طبون في الحكم استمر غادي غير انستاليه مليح، يركزها مليح، يدير لها كالا بربانه منا وبربانه منا وبيلي موراه يستيكيه مليح، يا منعش عاود يخرج لك وحده اخرى تغطيكم الاسم تاعها من بعد يحطها في بلاصته. هذه وجه مرئي فقط، يبقى قاعد اركان ماشي قايد فيح اللي يجيبهم وراه، يبقى قاعد اركان ساعه ساعه يطبعوا له الميكرو يهدر، ويبقى الجنرالات المرتزقه السوسه تاع الجزائر وراء الستار يختبئون ويخططون ويدبرون من اجل بقاء الجزائر مستعمره لدى شواكرهم في الخارج. هذه هي المهمة تاعها، هذا ما يديروا، هذا ما قلت لكم خطط على العصابات هي اختباء الجنرالات المرتزقة حتى يبقى التركيز فقط على الطبون. دوك هما تخباو لي جينيرو، دوك ما يزيدوش يسمعوا زعما تاع القايد فايح وواسيني وقايدي والخردة اللي معاهم، ومن بعد دوك نزيدوكم الأسامي يمشي وقتها لكم اسامي، هما باش يدرقوا شوية ويخلوها راكم تصالحوا مع وقعدوا تلاهوا مع الطبون ويبداو يخدموا هما على القدام. هما لابوراتوار غير كيما راه يدور. خاوتنا في وهران رسلوا لي بزاف الرسائل ورسلوا لي بزاف الفيديوهات، اعتقالات عشوائيه، ضرب كليمونجان يتيروا عليهم بكليمونجان، اعتقلوا المئات في وهران، ربي مع خاوتنا في وهران ونبقوا سلميين، خاوتنا ما يجركمش للعنف. هذا العصابه تبحث عن مبرر للقمع فقط، راهي تحوس غير على مبرر اللي تقمع به، ومن بعد يقول لك ايوا جيلي جون، جيلي جون كسروا في بلادهم ربي سهل عليهم، اما شبابنا سلمي
قارنش انت يا الحراك السلمي الجزائري بالقواطة هادو تاع الجيليش، لا مجال للمقارنة. تجي تقارنهم تجي تقول تقارن لينا بالقواطة، لأن الحراك تاع الشعب الجزائري حراك يضرب به المثل في العالم. المهم الرسالة ثانية، الناس اللي تقمع في خاوتنا في وهرنو في تيزي وزو في غيرها، هاد البطاردية اللي مسمي رواحهم شرطة وما هم إلا بوليس العصابات أو دولة البوليسية، بنقول لكم كلمة. احنا على بالنا بلي نتوما شوفوا دائما نستثني 2 و3% ربما زواولا فيهم وخاطيهم وجابدي رواحهم ويتفرجوا من بعيد. غادي نقول لكم بلي كلمة يا البطاردية، بالنسبة لي نحنا فويوات لابسين توني تاع لابوليس، فويوات انا نقولها ونعاودها بلي نتوما فويوات ليكم تحقروا في الشعب وليكم تضربوا في الزواولة وليكم تعتقلوا في النساء والرجال والدراري وما طلقتوا حتى واحد، نتوما فويوات. وانتوما احنا على بالنا بلي نتوما ديجا اصلا كي زايدين بالطحين، وانتوما راضيين بهذا الطحين وراضيين بالذل. احنا نقول لكم الله يزيدكم طحين على طحين، والله يزيدكم ذل على ذل، والله لا يخرجكم من الذل. البوليسيه تاع البطارديه تاع العصابه، انتوما رضيتوا بالطحين ما تفرضاش علينا، انت على بالنا بلي زايد في الطحين وكبر في الطحين، ما تفرضاش علينا احنا كشعب. انت قبل به ربي سهل عليك، روح لحسن صباط تاع قايد، روح لحسن صباط تاع كوميسار تاعك، روح نحنا تحت لوفيسي تاعك، ربي سهل عليك. بصح بات فرض علينا على شعب مسالم خارج يطالب بتحرير الجزائر وباستقلال الجزائر وتحوس تفرض العصابه، كيجي تكون بين فوقكم حاجه، هذا القواطع تاع لابوليس اللي هم يحقروا ويضربوا في الناس، بيقول لكم حاجه، هذا الناس راهي تدي في الشخير تاع الدراهم، تديش تدي الطحان، تقول لي اشتديت، تقول لي اشتديت، بعدا نقول لك عندك الحق، تديت، قول لي شنو عندك، كاش ما عندك رزق، كاش ما عندك فيلا، كاش ما معيشينك في وسطهم في كلوب ديبا، كاش ما معيشينك معاهم في موريتي، كاش ما راهم عندك فيلات في الامارات، كاش ما عندك فيلات في باري، كاش ما عندك فيلات في كندا وفي الامريكان، راك عايش في الخرا، حاشا خاوتي، راك عايش في الزبل، عايش في الزبل وتزيد تضرب في خاوتك، خاوتك ديجا خاوتك اللي معاك في الدار، يعني خاوتك مبيك ومك بالك ما عندهمش قارة دخان، بالك عايشين في البطالة. قولي انا كون انا كون نسيبك زعما مستنفع وداي المشاريع وداي الدراهم والبنكات وداي الدنيا، نقول بالك نقول بالك باللي بعدا راك تدافع على مصالح تاعك يا سيدي، انت واش عندك باش راك تدافع؟ ربما الشياطين تاعهم اليوم في الـ في الـ في, الـ في الانترنت ربما عندهم امتيازات خير منك، ربما الناس اللي بانت بوجوها تلحس للقايد وتلحس الاخر ربما يرمي لهم عظمه هنا وعظمه لهي. انت قولي واش ديت؟ راك خارج تضرب في الزواولة في وهرن وفي تيزي وزو وفي بجايه وفي العاصمه وفي عنابه وفي تعتقل في الناس ورابح الخرا، تبقى غير وصمه عار على العائله تاعك وتبقى وصمه عار على البلاد وتبقى من بعد وجهك تولي تخبيه بعد ما توسخ في الفيسبوك، ما تخرج وفرحان ودب السنتريس علاش؟ لانك كنت عايش محقور، عايش محقور كور في السيفي، قلت كيف ما تردوش على روحك، لبسو كومباراك تفونجي ما لقيت والو، لقيت غير الشعب قدامك، لقيت خاوتنا في وهران ولا لقيت خاوتنا في تيزي وزو ولا لقيت خاوتنا في القزولة تاعك وتجري مور الناس. المهم المعركة متواصلة خاوتي، الضغط مستمر، لأن الضغط واش يكون؟ الضغط تولي جمعة السيمانة فيها 7 جمعات والإضرابات، العصيان المدني، هذا العصابه قلنا لكم بلي ما غاديش غير تجي تقولها انت ندير حراك تجي ربتها كابتها وتروح، لازم الضغط ولازم العزيمه، العزيمه المسافه تاع كيلومتر تبدا بخطوه. والحمد لله قلتها لكم حاجه المليحه اللي دارها الحراك انها عرات الحقيقه تاع النظام شكون يسير فيه، وهي الجنرالات قعدوا يضربوا هنا يضرب لي يضرب هنا حتى خرجنا من الكازيرنا ديريكت يهضر، يقعدوا ينوروا مني ينوروا
62 لان نقطة القوة تاعهم في ذاك الوقت الإعلام تاعهم، الإعلام تاعهم. أنت مريض نفسيا، قول عليا مريض نفسيا. لو كنت أنا مريض نفسيا عزيزي المبعر اللي مو سمع بك، لا ليك تلحس له ولا جمع لك تلحس لهم، هذا المريض النفسي شكورك سعيد جند له كل ما يملك باش يحايده من الطريق، ما قدرش في وقت التبون اللي كان قوطي عندهم. هذا الراي تاعك اللي مو سمع بك اصلا يعرف هذا اللي راي يهضر في الفيديو، هذا المريض النفسي. فهمت ولا ما فهمتش يا ابو بعلو؟ اما لا ما يهفك لا الطبون اللي في عمره 75 سنه اللي خدم مع هذا النظام اكثر من 40 عام، واللي باغي يسقسي على الطبون مليح يروح الاضرار وين كان والي يحكولك. خاودنا ناس اضرار يحكولك العلاقات تاعه مع الهامل علي اللي راه تيبيتي في اضرار يحكولك عليه. ومن بعد انا غادي نجبد لك كاع الدواسه، غادي نولي نجيك غير بالفيديو. واليوتيوب خباط، روح حاصر الفيسبوك لبيت حاصره، اليوتيوب خباط زتشي، قسما بالله العلي العظيم ما رانا طاقيكم. ود الخطره غادي نوليكم لتي عيداريتو فلاكس. اسمح لي طبون دخلت لك المرميطه كاري 18. سلام الشيخ سيبك غتروح في الجره. ها سلام الشيخ امين العام تاع ولايه غليزان، على بالنا بلي عقلوا على الهضره اللي نقول فيها. حفظوا اسم سلام الشيخ، حفظوه مليح اسم سلام الشيخ، على بالنا بلي قلت لكم يا اخي. انا قلت لكم غير البارح قلت لكم غادي غير يجي يبدا بالتعديل الدستوري او ديروا عليه. قلت لكم غادي غير يجي تعديل الدستوري او يجيكم تعديل الدستوري، ومن بعد غادي يشربك هام النامل هي من السلام وحركتك. على بالي بلي داير في راسك بيطلعك والي من الامين العام سكرتير جاي يطلع والي ولا يجيبك وزير ولا وين يجيبك. اراد الدوسي تاعك راه الفور ها وهضرها يقول لك ربها من الصباح سلامك شد بفواده. يا ربي ما يجبدش امل، يا ربي ما يجبدش. سلام الشيخ غادي نجبدوا لك الملف تاعك انت بيرسونيل مو، ومن بعد نروحوا للملف تاع بنتك السكاني اللي داتهم كاع من عند سي طبون مي كان وزير السكاني وزير الديار. السكاني اللي ما عندهمش حق قانوني باه يتباعوا وتباعوا، هذو كاع يشوفهم الشعب الجزائري في الموقع وتزيدوا تحصلوا موقع نطلعهم لكم في اليوتيوب بالوثائق. والباريسي العائله اللي هي ساكنه في باريس، ومن بعد نقزوا لسعيده المدير تاع جامعه تاع سعيده واش راه داير في سعيده اللي هو الطبيبين. ومن بعد نروحوا العين الدفلة عند خوك فوزي سي الطبون. هادي والله غير نقول لك دار دار. شكون يعطيك المعلومات؟ هادي بالاحمر بالاحمر وش مهاروش هكذا باش. ومن بعد ندخل لك كاري دي زويت، ومن بعد نعهدك سلام الشيخ قاسما بالله نحط لك صوره من الدار من الداخل من الكوزينه. قاسما بالله يا سلام الشيخ نحط لك تصويره من الدار من الكوزينه. ومن بعد بقى موسوس من جهه في لا مال خاوه.